أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل، موصل معكم في 90 دقيقة. نحكي وللأسف الحقيقة وليت حاجة تقلقنا برشا عزوز احنا في الميسيون، أنه كل مرة نحكي على تعكر حالة صحية لواحد من الموقوفين، أنه إضراب جوع يصير من قبل ناس موقوفين اللي عندهم أكثر من عام في الإيقاف، اللي هما الإيقاف متاعهم في قضية ما يعرف بقضية التآمر، ما زال محل عديد من نقاط الاستفهام. مثلا غازي الشاويشي يعلق الإضراب عن الطعام بسبب حالته الصحية. مرحبا بكم فخري وسفيان، احنا رجعنا تو سفيان نقولوا مش في بالو ليميسيون غدوة، وانت فخري على خوت القائد، قوتي في اني نستقبل قوتك في الاستدراج. الكوتش الكوتش قلت لك عزوز اقعد غالي على روحك. الكوتش الكوتش وقال لي ادخل فين تحب تدخل، حتى معك الزريات لا شيء ادخل كيما تحب، ما فماش مضاوبات. قال لي يمين يسار لا مش صعب اعملوا العبوا مسيرش هرج مع حتى هو الذي الحصه نعرفها. يا سيدي على ما خلطتوا نحكيوا على التعليق إضراب عن الطعام لغازي الشواشي بسبب حالته الصحية. غازي الشواشي فقط هو اللي علق إضراب عن الطعام. نذكروا أنه جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاسي، رضا بالحاج وعصام الشابي وخيام التركي يواصلون الإضراب، ومعنا عبر الهاتف ابن غازي الشواشي احنا باش نكلموها، لانه ابارامون حسب ما يقولوا لي فريق الاعداد فانه هو اللي اقنع والده انه يعلق الإضراب عن الطعام. العائلات يعيشوا في وضعيه صعبه، صعبه جدا، خاصه انه مطالب الافراج قاعده ترفض في جرة بعضها وغلقوا الالعاب. سفيان، الإضراب عن الطعام انت مبدئيا ضد؟ أنا فرحان أنه غازي وقف الإضراب، خاصة أنه وضعه الصحي، لكن أنا مذبية أنه يتواصل ضغط العائلات وضغط المحامين وضغط المجتمع المدني باش أنه المساجين المعتقلين كلهم يوقفوا الإضراب. علاش؟ لأنه اثنين مازالت طويلة، واضح أنه اثنين مازالت طويلة ومازالوا حاشتهم بصحتهم، ثم أن فترة السجن بطبيعتها باش تخلي لهم دي سكال، ما يزيدوش هما أكل دي سكال هذيك تكون أكبر بعملية إضراب كذا. بيان سور هما يقول لك أنا بقالي كان الجوع متاعي باش نقاوم بيه، لا ما بقالكش الجوع متاعك، بقالك الصمود متاعك قبل كل شيء أو في مخك يعقل ال ومدامك في مخك صحيح ومقتنع بالفكرة، مدامك مازلت تقاوم وإحنا يكفينا أنكم تقاوموا في السجن، يكفينا أنه نعرفوا أنكم مازلتوا تقاوموا، ومن جانبنا باش نبقاو من خارج السجن ندافعوا على حقوقكم وعلى ونطالبوا بالإفراج عليكم. ولهذا دونك انت تدعوهم لانهم ادعوهم ب معناها تعليق هذا الإضراب الذي يمس من ذاتهم البشريه ويخليهم في حاله اضعف في مواجهه القمع اللي يتعرضوا ليه. ولود أنا أضم صوتي إلى صوت سفيان بطبيعة الحال في أنه يرفعوا الأضراب الجوع ويعطي الصحة سي غازي اللي فعل ذلك، ووجه دعوة إلى وزيرة العدل، إلى السادة القضاة، إلى السيد رئيس الجمهورية في زوز ملفات اللي كما ديما نقولوا الناس الكل فما إجماع أنه عليها العديد من نقاط الاستفهام. ملف هذا نتاع المجموعة هذه التآمر وملف عبير موسي، وأطلب من السيدة وزيرة العدل ومن السادة القضاة والسيد رئيس الجمهورية إذا هالملفات هذه فما إمكانية بأن الناس هذه تخرج من السجن، وخاصة إحنا اليوم على أبواب شهر رمضان، وأن الناس هذوما يعديوا رمضان في ديارهم وفي وسط عائلاتهم مع مواصلة البحث معاهم، مع تقييد لربما أنه ما يغادروش البلاد التونسية،
ويكونوا موجودين في ديارهم ويتم معناها النظر في القضية متاعهم. وأظن أن ذلك أسلم للجميع. فما إجراءات سواء فما الإمكانية فما منع من السفر المراقبة فما العديد من الإجراءات. احنا معنا عبر الهاتف إلياس شواشي ابن الأستاذ غازي الشواشي. مرحبا بك إلياس. اهلا وسهلا خلود، تحيه ليك والكامل الحضر. مرحبا. تعليق الاضراب اجوع الاستاذ غادي الشواشي يظهر لي جاء بعد الحاح من العائله وايضا استجابه لحالته الصحيه المتعكره واللي زاد تقلق برشا مع اضراب الجوع. بالضبط، هو علق اضراب الجوع بعد تقريبا 4 أيام من دخوله في اضراب الجوع. كانت العائله ضد القرار هذا، حاولت تقنعه بالطرق نتاعها لكن لم تفلح، وبالتالي هو من بعد 3 أيام حس بألام على مستوى المعدة بحكم أنه هو عمل عملية جراحية قديمة من غير ما نرجع على تفاصيلها، ويأخذ في دوايات يوميا، معناها حاجات يعيش بهم دوايات يومية يأخذ فيهم، ونعرف تعكر صحته كتخل في حالة العزلة المرة اللي فاتت تقريبا 3 أسابيع، وبالتالي استوجب نقله إلى الرعاية الطبية للمستشفى، والطبيبة ارتأت أنه يعلق إضراب الجوع على الفور وعلق إضراب الجوع متاعه. ولكن غالي إلياس بعد تعليق إضراب الجوع بعد تعليق رجع يتعاطى في الأدوية متاعه، خاطر نعرفوا أنه زاد امتنع على أنه يأخذ الأدوية متاعه. لا لا، رجع تم اقناعه ورجع ياخذ الادويه نتاعه، وخذا معناها صارت خذا الزراقه ولي زونتيبيوتيك ورجع ياخذ الادويه نتاعه. هو للاسف شنو اللي وصلنا لهذا الكل؟ وصلنا لهذا الكل لانه يدخل في اضراب، اضراب الجوع هو اكراه، ولكن هذه حركه نضاليه قصيويه اتخذوها المعتقلين السياسيين الستة للفت النظر للقضية نتاعهم اللي دامت أكثر من عام اليوم من غير أي تقدم، من غير أي تطور في الملف. نحن نعرف من غير ما نرسو على تفاصيلها وثم قرار منع التداول أن الملف صار بالنسبة لنا على الأقل في تحليلنا السياسي ورطة أو مأزق للسلطة اليوم، ونحن نطلبه كما طلبوا لخيان وكما طلب سي عبد العزيز القطي من رئيس جمهورية التدخل. هذه قضية أمن قومي، رغم ماهوش تدخل في القضاء، هذه القضية أصبحت اليوم حجر وعبء كبير على الدولة التونسية سلطة ومعارضة. هذه القضية اليوم ما تنجمش تقعد تخلق لك مناخ سياسي جيد في تونس في سنة انتخابية. نحن اليوم أكلكم مهم الانتخابات الرئاسية ومازلنا ما نعرفوش وين ماشيين في القضية هذية. ثم عائلات وراهم عدد هذوما صغير، واحد عمره 58 سنة جاور من بارك، ماناش عارفين شنو الحل أو المخرج من هذايا. معنا كيما اليوم نحن خليناهم عام في الحبس، كيما نجم نخليهم 10 سنين أخرين. إلياس شواشي شكرا ليك، إن شاء الله ما فما كان الخير، وان شاء الله كما قال عبد العزيز رمضان يعديوه في تجاره بحق. ولينا ندعو لربي ان شاء الله الناس هذوما. اخر حاجه خلود بربي سامحني، تفضل. اخر حاجه نحب نقولها، السلطه القضائيه اليوم رديناها وظيفه، ورئيس جمهوريه كان طول عمره يحكي على استقلاليه القضاء، ويحكي من الناحيه الاخلاقيه على عدم الظلم، ويحكي من الناحيه السياسيه انه الديمقراطيه واجبه، وهذا مش اليوم راهو يحكي فيه ولا بعد منعرج 25 جويليه ولا كي ولا رئيس 2019، لا هذا يحكي فيه عنده سنين 30 سنه كل يوم في الدرس اللي قاعد يقدم فيه في الجامعه وفي الفاكولتي. نحن اليوم نطلبه من رئيس الجمهوريه شخصا ورأسا انه يتدخل في حل الملف هذا، وراهو تربح السلطه وتربح المعارضه، وحتى انسان له معني لا بانتخابات رئاسيه لا حد شيء. هذا المساج نحب نوصله. كان ثم خدر، كان ثم منتي تعرف خلود، كان ثم حوارات أنه الناس تقول هذوما لا يتم الإفراج عنهم بعد الانتخابات وكذا وكذا. حتى إنسان غير معني، خلي العباد تروح لديارها، خليهم في إقامة جبرية، خليهم في حال سراح، أمن عليهم السفر، وعندك أهم سابقة التي أسقطت سردية التآمر وهي الإفراج على الأستاذ العكرمي والأستاذ الشيماعيت. إلياس شواشي ابن الأستاذ غازي شواشي شكرا لك. شفت وين وصلونا،
وصلونا أنه نحط عبيد في الحبس. فما كلمة قالها هو وهي صحيحة. عبء الملفات هذه عبء على الدولة، عبء على السلطة في الداخل والخارج. تخلص منه العبء هذه. معناها الياس شويشي كان يتوجه بنداء قاعد للسلطة ولرئيس الدولة، راهم ما همش باش يترشحوا للرئاسية، خرجوه. معناها شفت شفت وين وصلونا، شفت وين وصلونا، وصلونا أنهم يتم اعتقال أناس، توجيه لهم تهم ما حتى إثبات، بعد عام كامل ما فما حتى إثبات لهم، ثم بعد نوليو إن نطالبوا مش بأنه الإفراج عليهم كمواطنين تم ظلمهم، ليه يا سيدي نطالبوا أنهم خرجوهم، حطوهم في الإقامة الجبرية، امنعوهم من السفر، وهم يصحوا لك اللي ما همش باش يترشحوا للانتخابات المقبله، ومن بعد كي يخرجوا بهذه الشروط نجم تتقبل هذه الشروط، نقولوا الحركه الديمقراطيه، الديمقراطيه في تونس انتصرت. ليه ليه اعتقالهم هو خلينا توا ولد سيغازي لأنه يدافع على أبوه، ومن حقه أنه يقول الكلام هذايا. أنا لأني مش ندافع على أبوه بركة، ندافع على أبوه وندافع على البلاد وندافع على الديمقراطية في نفس الوقت، ونقول أنه الكلام اللي يقول فيه غلط، الكلام اللي يقول فيه غلط، لأنه الكلام الصحيح هو أنه سيبوا المعتقلين الكل لأنه ما عندكمش الحق باش تعتقلوهم بهذه الطريقة وخارج إطار القانون، وإلا سكر الدوسي وحكم عليهم. دونك أحسم فيها القضية، ما يلزم حكم قضائي، يا أما تبرئتهم أو إدانتهم. يا خويا أحسم وخليه ينتهي الموضوع وكل حد يشد بلاست وينتهي الموضوع. على EFM عيش جمعة كاملة مع فنانك المفضل، كل يوم التسعة متاع الصباح والستة متاع العشية في الانفيتي دي لسمان، ونهار السبت ما تليفة متاع العشية زيد تعرف عليه أكثر وعلى حكايته وأسراره في الانفيتي دي لسمان، ليميسيون مع حسن بالوعر على EFM أحلى راديو. الاستسلام بيبقى قرار مريح لما بنتعب من التفكير والحسابات، فما بالك لو استسلمنا لحاجة جميلة. تحب الشهرة؟ أيوة. أنت من جوه مش مرتاح، تفكر في اللي مضايقك، اتكلم عنه. بحب واحدة ما ينفعش أحبها. بيني وبينك إيه؟ الفيلم المصري المقتبس من رواية إحسان عبد القدوس للنجم العربي ظافر العابدين، ابتداء من 14 فيفري بقاعة السينما التونسية. كونوا في الموعد. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم الكل، مواصلين معكم في 90 دقيقة باش نرجعوا إلى خبر خرج توا. تعرفوا أنه المرافعة وجلسة المرافعة في قضية تغتيل شهيد بالعيد باش تتواصل. الجلسة حددت يوم 20 فيفري الجاي، وهي جلسة لمواصلة الاستنتاقات، ولكن المتهمين اللي كانوا رفضوا المثول أمام هيئة المحكمة اللي هما أحمد المالكي المكنى بالصومالي وعز الدين عبد اللاوي يرفضوا مرة أخرى المثول أمام القضاء. ونذكروا اللي زوز هذوما من اللي هربوا من المرنقية رجعوا ويقروا هما ما يمثلش قدام القضاء، هما ماشي فيهم قاعدين يعطلوا في القضية ربحا للوقت. سديبونش هي الغاية متاعها، ما الأكثر هو ربحا للوقت وتأجيل لربما القضايا، ولكن توا المحكمة بدأت تشتغل على روحها. حضورهم أو عدمه ما وش بشي غير حتى شيء، وقاعدين نشوفه في نسق سريع متاع الجلسات، وهذا مؤشر مهم جدا. تأجيل النار 20 دونك 20 فيفري معناها دونك 4 جور 4 أيام أخرين. إن ليه معناها هو ما يأثرش في المحاكمة، لكن مش يوريك شنية العقلية الموجودة، رغبة في التعطيل. ثانيا أنه عدم احترام للدولة الموجودة اللي هما فيها،
ما دي عقليتهم ما نمهم راهو كل شيء مستباح معناها كل شيء مستباح هم ما يستعرفوش بها الدولة. ايوه ثالثا يقول لك في الحبس بنا احنا نعرفوه الحبس وناوي ودوتو تفاصون باش نبقاو فيه يعني مدة طويلة ولا ربما نجموا نعاودوا بطرف حبل وشوية زيت نعاودوا نهربوا المرة الجاية ما نمشيوش نسقطوا على بانكا وكا فخري. هو عدم امتثالهم ما هوش في رأيي أنا ما هوش باش يأثر برشا في المحاكمة لأن المداولة انطلقت والأبحاث موجودة إلى آخره وهيئة الدفاع قاعدة تقدم أعتقد أشواط وأشواط مهمة وأنا في رأيي البلاد الآن ستغلق أحد أهم الملفات وقت اللي باش تخلط الحقيقة لأنه الوصول للاغتيال وحقيقة الاغتيال باش يخلينا أيضا نتجاوز لأنه زاد ثم شكون يستعمل فيها كليشي يستعمل في الدم كليشي لأنه الحقيقة باش تنهي التجارة بالدم وأيضا باش تحدد المسؤوليات وباش ناخذوا حق الشهيد على هذاك يمتثلوا وما يمتثلوش إلى آخره. أعتقد دينا نقتربوا من الحقيقة والحقيقة بدأت تحاصر في الجاني وستقترب قريبا من مولى والخطط والأطراف هذه اللي هزت البلاد واللي هزت فهمتني البلاد في المنزلقات هذه. أنا أعتقد أننا اقتربنا من حقيقة اكتشافها. هو عدم المثول هذايا أكيد عنده سبب أو عنده رمزية أي نجم يكون تعطيل نجم يكون فما أسباب أخرى لسبب فما كما أنه رئيسة المحكمة امرأة مثلا نجم تكون لحكاية هكا قاضية الـ 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 لكن لو أنه ما كانتش امرأة رو من الأخرى امرأة زادة رو القاو أي من بين الأسباب رو القاو سبب آخر لا هما في كل حالات يعتبروا رواحهم خارجين على قوانين الدولة هذه والبلاد هذه هما ما يستعرفوش بالمحكمة جملة هما مش مستعرفين وبالقضاء جملة وهما بالنسبة لهم عاملين شيء قربهم من ربي اللي قتلوا عبد كيكا بدون ما عندهم معه حتى مشكل شخصي معناها يا اخي وذي راهي نفس العقلية متاع رشيد الغنوشي اللي في كل مرة يرفض المثول امام المحكمة نفس العقلية يعتبروا الواحد لأنه هي نفس المدرسة وهذا دليل على أنه هو أستاذهم عندهم وهو المربي ليهم وهو من احتضنهم وهو من شجعهم وهو من حماهم أنهم يذكرون بشباب فخر نختم معك في الموضوع هذا يا بدي رئيسة محكمة غير رئيسة محكمة الحقيقة باش تجي جاية ولا مفر منها واليوم فهمتني ما اعتقدش زاد عدم امتثالهم باش ياثر في المحاكمه خاطر ابحاث فما ابحاث اوليه موجوده وثم مداولات وثم هيئه الدفاع اليوم راهي خاطر في اخر كونفرنس هيئه الدفاع تحولت من مرحله لمرحله اخرى في علاقه بكشف الحقائق وهذا هو وثم تطورات في الملف ما اذا في رايي انا عدم زاد امتثالهم انا يعطي اعتقد يشرعا اللي قاعده تقول فيه هيئه الدفاع. عبد العزيز هل ترى انه مثلا زي نهار 20 فيفري يلزم يقع بث مباشر؟ هو اظن بانه حان الوقت للبث المباشر لجلسات محاكمه شكري بلعيد وان يتم ذلك على الوطنيه وخلي الناس تتفرج وخلي الناس تسمع. احنا في شوط متقدم الان اليوم خيوط هذه المؤامره وهذه الجريمه بدات تتفكك الاطراف المتورطه اصبحت ظاهره وعليه فان الشعب التونسي اليوم من حقه انه يعرف هذه الحقيقه ويسمع شنو اللي صار في الملف هذا واللي ما بين قوسين كان حلما قبل 25 جويليا وتحقق باراده سياسيه كانت غائبة وكانت غير موجودة وقبرت هذا الملف لمدة سنوات. صوفيا النخل أنا أقول أنه الدنيا عجيبة فعلا. علاش عجيبة؟ لأنه تخلي أنه شخص كما الصومالي اكلي شفناه وقت اللي لحظه كل بهلول كيفاش كل بهلول هذاك فهمت هذاك شخص هذاك يولي هو يولي ما مستدير يفرض عليك روحه يفرض على البلاد روحه يفرض اسمه فقط معناها هو اسم مجرم هو ما ولا مجرم الدنيا غريبه فعلا
ولكن زاد راهو كل وعي هذاك اللي شفناه الى اخره نتاعو لانه مازال عايش في سياقات نتاع عام 12 و13 هو هذاك زاد وع مع ذيك تحيه زاد لمؤسسات الدوله اللي كانت الناس تعتقد انها انتهت لانه مؤسسات الدوله هي اللي واجد المجاميع هذه وخليته بالوعي هذاك وخليت النسق المجتمع يتطور الى ان يلفظه لانه زاد في الاخير اعتبر انا انجاز كبير وقت اللي الناس في حي التضامن هي اللي شادت الارهابيين اللي نفس الحي هذاك كان كانوا يعتبروه هما فهمتني احد الاحصنه الاجتماعيه نتاعهم على هذاك نقول لك مجتمعيا تجاوزناهم مجتمعيا تجاوزنا هذه المجاميع ولكن نريد الحقيقة لأنه زاد جزء مهم كبير نريد الحقيقة كاملة البهلول هذاك أشكون حارب كل شيء يكون ماشي مع بعضه فرد ريتم عبد العزيز رفض الإفراج عن مهدي بن غربية عندك ما تقول فيه الموضوع تولد زاد القضية أظن أنه تولد كذلك يجب الحسم فيها في أقرب وقت ممكن وإذا كان التهم اللي موجه المهدي بن غربية هي ذات صبغة مالية كذلك ينجم يكون وديوانية ينجم التحقيق معاه ومواصلة البحث معاه ومحاكمته وهو خارج السجن. شكرا لكم مرسي بوكو بون ويكاند الناس الكل كنتوا معنا في 90 دقيقة جهين توت سويت في الكلمة ليك باي باي هاوك عبد العزيز ليه بالموضوع نترو أمارس نتقابلوا